مجروح الفؤاد والضمير في القيله وفوق السرير وحيا وجبته ما اكل بالحكمه يقول الحكيم ما تسال وجارك اليم يتالم وانت نديم هذا حق ما هو هزل قلبه حذيفه عداد قم يا هاسي واستعد انت مركزي والبريد فكك كل عقده وحل الجواب من الاستاذ الشاعر عبد الله ثابت قايد محرم على قصيده الطفله الحزينه اشجان محمد سند والدك فوضوي او عنده خبر للتوي او
وكان في المشاكل قوي لكن عاش مثل العسل. Thank you.
مهما كان عشاء للقصاص لو كان مختفي في القطاس لابد يعلم ايشه فعل مهما كان شارد فرار بهيم بيكون في الحصار لو ينزل عميق البحار ياتي يوم داية تقل فالصبر الجميع محتكم حتى المحكمة تستلم في كل الأمور تلتزم ولا عندنا الفين حال خالك بيتولى الأمور في كل المحاكم حضور نحن رهن أمر صخور لو كان في النيابة شلل حتى يعلن الانفلات في كل القضاء والقضاء يأمر في دخول الفياد ناخذ ثارنا في النصل خالك يا مثل مشكلة خاص من أول المرحلة عرف ليه بان انقله الفندم وفع لا يمل مثله قريب وبعيد الفند الحزام العقيد أوفى للبذي الشهيد في بحر القضية دخل عاد كل لحظة سرور حتى الحكم يأتي حضور يدخل من قتل بالقبور المجرم أساس وحال المبعوث ذي جاوه هل من بالخير جاء مرسلا المبعوث ذي جاوه هل من بالخير جاء مرسلا